ردني يعني هذا متعودين عليه. احنا كمجلس محلي لبلدة التح، بلدة التح تعداد سكانها 18000 نسمة من المقيمين و6500 نسمة من النازحين. هاي البلدة تقع في ريف خان شيخون من ريف إدلب الجنوبي، تتعرض لهجم شرسي منذ شهرين على التوالي، حتى الآن لم يتوقف القصف، قصف شديد عنيف بالصواريخ شديدة الانفجار، استهداف للمدنيين، بلدة مدنية بحت لا يوجد فيها أي تواجد عسكري. استهداف المدنيين للبنى التحتية، القصد تهريب البلدي وتهجيرها، علما بأن هذه البلدي ضمن منطقة خفض التصعيد. بلد تح تتعرض البلدي لقصف شديد ممنهج بشكل مستمر ويومي، طال القصف كافة أحياء البلدي وهجر معظم سكان البلدي الذي عددهم 20000 نسمة. البلدي لا يوجد فيها لا مقرات عسكرية ولا يوجد فيها حركة أبداً أبداً، لا مقرات عسكرية ولا مدينة، انتهت البلدة خالص مهدمة بشكل كامل حسبنا الله ونعم الوكيل.